مثل ما تعرفون قبل فترة قدمنا مقترح للسيد المحافظ لتخفيف الاختناقات في شارع الوفود، هي توسيع شارع الوفود على حساب المساحات المتجاوز عليها، وإظهار مرة أخرى نهر الخوارة بحلة جديدة لتوسعة إضافة مسارات جديدة للطرق، وما تبقى يكون مساحات خضراء. طيب أستاذ علي، هل هي توسعة أم إزالة؟ التوسعة تتطلب الإزالة. نعم. التوسعة للشارع مثل ما تشوفون هي الآن التجاوزات تمنع التوسعة، فهي الإزالة اليوم مستمرة لغرض توسعة الشارع وزيادة المساحات إن شاء الله. طيب أستاذ، من وين لوين يعني المساحة الإزالة أو التوسعة؟ احنا كبلدية البصرة اقترحنا أن تكون المرحلة الأولى من جسر المطيحة إلى ساحة الطيران. نعم. هذه كمرحلة أولى، وإن شاء الله المراحل الأخرى لاحقا. طيب أستاذ علي، هل ستشمل أيضا المشاتل اللي موجودة في شارع الوفود؟ أكيد المشاتل حاليا هي اللي مرتبطة بعقود، سننتظر لانتهاء عقودها، أما اللي كل الأبنية اللي تشوفوها هي غير مرتبطة بعقود رسمية مع محافظة البصرة. الإزالة اليوم تتم بموجب قرارات قضائية، فهو حالة يعني هذا القانون يقول هكذا، أنه المتجاوز يجب أن يخلي مكان التجاوز.